أبرز ما يفعله المسلمون عموما في هذا الربوع وفي هذه المنطقة ابتهاجا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفرحا وسرورا واحتفاء به صلى الله عليه وسلم، أنهم يقرؤون المدائح التي تخصه صلى الله عليه وسلم، ومن أبرزها البردة والهمزية للبصيري، وكذلك القصائد الوترية في مدح خير البرية. إنما هي سنة نقتدي بها، ولا نستطيع أن نقتدي بشيء لا نعرفه، فتعليم هذا يعني للناشئة وللكبار والصغار شيئا يجعلنا يسهل علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا محبة فيه وفي أهله وأصحابه صلى الله عليه وسلم.